الاستضافة باهم. بالنسبة لمعلول وجينيور ظهلي الأهلي في وقت من الأوقات فكر فيه هذاك سيصير. إذا باش نحكي على الرول نتاعي كان الاستشاري عادي جدا أنه مدير كرة في النادي الأهلي كي يسألني على حليم معلول يسألني على جينيور باش نقول له سي تري بونجور وهذاك هو الواقع. باقي أنا بوخ شو نجم نقول أنه نعتقد أنه صعيب برشا أنه الاثنين باش يكونوا في النادي الأهلي. علاش؟ لأنه فالإكسبيريونس اللي عندي في النادي الأهلي صعيب أنه الأهلي يعني ملعبي يقعد شهرين يحكيوا عليه الجرايد وبعد ياخذوا. يعني صورنا فيها برشا يعني مناورة إعلامية. الأهلي متعود أنه كيفاش إذا يعجبوا ملعبي يوفيه. أنا خذوني في 4 أيام ديما الصفقات نتاع الأهلي يكونوا سرية وفي بيت فيه معناها